أسرت خيول الولاء إلى سليل المروءة تاجا وفق مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بخير، كل عام وعماننا الحبيبة وسلطانها المعظم في خير وهناء ورفعة وتقدم بمناسبة العيد الوطني 50 للنهضة العمانية المباركة. هذا العيد الذي يأتي وعمان قد صنعت المعجزات وحققت المستحيلات بمدد رباني وفكر مستنير وتفاؤل ويقين وشعب ذي همة وعزيمة عالية. فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة النوفمبرية والخاصة والتي تأتيكم من قيادة شرطة خفر السواحل بمحافظة مسقط. كما أرحب بزميلتي النقيب ثريا الكلبانية التي تشارك لتقديم هذه الحلقة الخاصة من برنامج العين الساهرة. النقيبة ثريا، كل عام وانت بخير بمناسبة العيد الوطني 50. شكرا لك الرائد طارق، وكل عام وأنت بخير، وكل عام والحبيبة عمان وسلطانها الأمين وشعبها الوفي بأمن وأمان واستقرار دائم بمناسبة العيد الوطني 50 لبلادنا العزيزة. هذه الذكرى التي تأتي وعماننا الغالية قد ودعت باني نهضتها الحديثة السلطان الراحل طابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله بعد نهضة شامخة أرساها خلال 50 عاما ومسيرة حكيمة حافلة بالعطاء شملت عمان من أقصاها إلى أقصاها لتواصل مسيرتها الظافرة مستشرفة عهدا سعيدا بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، حاملا طموحات عمان المستقبل بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين. فتحية لكم مشاهدينا الكرام، وتحية للعيون الساهرة على أمن الوطن ومن يعيش على ترابه الطاهر وصون منجزاته ومكتسباته. كل تأكيد النقيب ثريا، المنجز كبير والمنجز في كل زوايا هذا الوطن العزيز من مسندم إلى محافظة ظفار. في كل شبر من هذه الأرض الطيبة دائما عمان هناك منجز وهناك إنجاز حقيقة. وعندما نتحدث أيضا عن شرطة عمان السلطانية فعلى مدى 5 عقود مضت شهدت شرطة عمان السلطانية تحولا مهما وكبيرا مشاهدينا الكرام في مسيرتها الأمنية، وقد جسدت طبيعة التغيرات والتحولات الحاصلة في العمل الشرطي بما يواكب ويتناغم مع الغايات والأهداف الوطنية العليا. أما الآن نتوقف مشاهدينا الكرام مع هذا التقرير والذي يتحدث عن الشرطة مسيرة أمن وبناء. ترسيخ الاستقرار وبسط منظومة الأمن الشامل يعد ركيزة أساسية من الركائز التي سارت عليها النهضة العمانية الحديثة وتحققت في استمرارية عملية البناء وصولا إلى ما وصلت إليه عمان اليوم. ومنذ الوهلة الأولى لبناء النهضة ونحن نحتفل بالعيد الوطني 50 للنهضة، فقد حظيت شرطة عمان السلطانية بالعناية الفائقة من باني نهضة عمان المغفور له السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله من أجل القيام بدورها في تحقيق وبسط الأمن الشامل بالبلاد. وترجمة للجهود الوطنية تواصل شرطة عمان السلطانية مسيرتها الشرطية، وهي تستمد توجيهاتها من لدن القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، الأمر الذي يمكنها من أداء أدوارها الأمنية بكفاءة عالية في حفظ الأمن والاستقرار
وحماية النظام العام وكفالة السكينة والطمأنينة في ربوع الوطن، وتقديم خدمات شرطية على مستوى عالي من الإتقان، وهي تمثل اليوم أدوارا وطنية كشرطة عصرية متطورة تحظى بسمعة مرموقة على المستوى الوطني. وتستمد شرطة عمان السلطانية رسالتها الأمنية من قيم وثقافة المجتمع العماني ودوره الفعال في إرساء مبادئ الأمن والسلام، مما مكنها من الحفاظ على استتباب الأمن في السلطنة. وفي هذا الجانب تولي شرطة عمان السلطانية اهتماما واسعا بالتدريب العلمي والتقني للكوادر البشرية، بما تفرضه مستجدات الأحداث للتصدي لمختلف أنماط التفكير الإجرامي. وقد أسفرت الجهود إلى انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم في السلطنة. وتأتي الطفرة الهائلة والنقلة النوعية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من الأولويات المهمة التي تعتمدها شرطة عمان السلطانية لتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة للمجتمع، وتوفير المعارف الإلكترونية التي تسهم في إيجاد الحلول لمختلف القضايا الأمنية التي تواجه التنمية الشاملة في السلطنة. ومع كل الاتجاهات التي تبرز فيها دور وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن تأثيراتها السلبية أصبحت محل اهتمام القيادة العامة لشرطة عمان السلطانية من خلال برامج التوعية الإعلامية التي يتم بثها اتجاه المعلومات المغلوطة والشائعات والآراء التي تعمل على زعزعة الأمن الاجتماعي. وتبقى شرطة عمان السلطانية بقدراتها وإمكاناتها شرطة مهنية متميزة في ظل شراكة فعالة مع المجتمع لتحقيق الأمن والاستقرار، وسيظل واجبها الوطني وسام فخر واعتزاز في ظل قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وعمان دائما متجددة في تقدم واستقرار وازدهار. نجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام. تابعنا نقيب ثريا مع المشاهدين الكرام هذا التقرير اللي تحدث عن مسيرة حافلة من العمل، من الجهد، من العطاء، خطط استراتيجية وضعت لشرطة عمان السلطانية. وبكل تأكيد عندما نتحدث عن الدور الكبير اللي تقدمه شرطة عمان السلطانية في الجانب الأمني فهو بكل تأكيد نعم يرتبط بشكل طارق، لقد ارتبط الدور الشرطي في مسيرة عطائه بأبعاد اجتماعية واقتصادية وتنموية حفظت للوطن منجزه وأعادت إنتاجه بما وفرته له من بيئة وطنية آمنة يمارس كل فرد فيها مسؤولياته ووظائفه بكل احترافية وسلاسة. فلغة الأرقام عاجزة عن وصف ما تحقق أو سرد ما أنجز في مختلف مجالات العمل الشرطي. الثامن عشر من نوفمبر يوم عز وفخر لنهضة متجددة لمراتب الأمجاد، امتدت ربوع عمان بالخير والعطاء لينعم كل من على أرضها بالعيش الكريم والأمن والإطمئنان.
عمان تواصل المسيرة الخالدة لنهضتها بعهد متجدد بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وتسير بثقة ونماء من أجل تحقيق طموحات وتطلعات أبناء عمان، وليهنأ من على أرضها بالسكينة والطمأنينة لمواصلة بناء صرح الوطن الشامل. ومواكبة لنهضة عمان وعهدها المتجدد، تواصل شرطة عمان السلطانية تطوير قدراتها وتحديث أجهزتها والعمل على تدريب ورفع كفاءة منتسبيها في مختلف المستويات لتوفير أعلى وسائل ترسيخ الأمن والأمان لتقديم الخدمات الأمنية والشرطية. ومن أجل خدمات أفضل تلبي متطلبات العصر، سخرت شرطة عمان السلطانية التقنيات الحديثة في تقديم خدماتها على مستوى عال من الكفاءة، جعلت منها رائدة في مستوى تقديم الخدمات الإلكترونية تقديرا لوقت وجهد متلقي خدماتها، وعززت نطاق خدماتها من خلال مباني خدمات الشرطة التي تقدم خدمات مجتمعة تيسيرا وتسهيلا للمواطن والمقيم في بيئة عمل توفر الأسلوب الحديث لتقديم الخدمة. وتعزيزا لمبدأ السلامة العامة وحفاظا على المقومات البشرية والاقتصادية في السلطنة، تبنت شرطة عمان السلطانية أحدث الوسائل والإجراءات القانونية والتقنية لسلامة مستخدمي الطرق للحد من وقوع الحوادث المرورية، والتي تحققت من خلالها أدنى المستويات في خفض نسبة الحوادث المرورية في السنوات الماضية اهتماما بسلامة الإنسان وممتلكاته. وللسلامة مرتادي البحر، تؤمن شرطة عمان السلطانية البحر على طول السواحل العمانية بمنظومة حديثة من الزوارق المتطورة، لينعم المواطن العماني ببيئة آمنة هادئة أثناء مزاولة المهن والحرف البحرية، وتكون الأقرب لتقديم العون والمساعدة. وضمن مهام شرطة عمان السلطانية وواجباتها الوطنية والإنسانية، تقدم عبر طيران الشرطة خدمات عدة في مجالات البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي ونقل الحالات المرضية للمستشفيات وإيصال مواد الإغاثة في الظروف الطارئة. إن شرطة عمان السلطانية وبكافة تشكيلاتها تسخر إمكاناتها ومواردها للحفاظ على مقدرات الوطن وصون مكتسباته واستمرار عجلة النمو والازدهار بالانتماء والولاء لعهد متجدد. نجدد لكم مشاهدينا الكرام التحية في هذه الحلقة النوفمبرية. لقد كان للعنصر النسائي حضورا مشرفا وبارزا في مسيرة شرطة عمان السلطانية منذ بزوغ فجر النهضة المباركة قبل 50 عاما، فأصبحت شريكة الرجل في صناعة الأمن وارتباطه بتفاصيل الحياة اليومية، وهي تطلع بمهام وواجبات أمنية ساهمت ولله الحمد في الدفع بعجلة التنمية والارتقاء بوطنها وخدمة مجتمعها. تحتفل السلطنة بالذكرى 50 لمسيرة النهضة المباركة التي قادها المغفور له بإذن الله تعالى السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله،
والشرطية العمانية في هذه الذكرى تقف شامخة بإسهاماتها الوطنية ودورها العظيم في تحقيق الاستقرار وضمان الحياة الآمنة لكل من يعيش على تراب الوطن الطاهر. خمسون عاماً قدمت خلالها الشرطية العمانية أدواراً بارزة في مختلف مجالات العمل الشرطي جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، مجسدة ملامح الشراكة الحقيقية الفاعلة في النهوض بالوطن وتقدمه ورقيه، وقد أصبحت ولله الحمد مثالاً للمرأة العمانية الناجحة. تمضي مسيرة البناء والتنمية بقيادة من توسم فيه فقيد الأمة القيادة والحكمة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، والشرطية العمانية تستشرف مستقبل الرسالة الشرطية ودورها الحضاري والإنساني والأمني بروح وقادة وعزيمة ماضية، تصون الأمن دوما في اجتهاد وتبذل إذدع الداعي نفوسا لها عزم يحطم كل عادي. نجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة الخاصة من برنامج العين الساهرة، والذي يأتيكم من قيادة شرطة خفر السواحل بمحافظة مسقط بمناسبة العيد الوطني 50 للنهضة العمانية المباركة. مشاهدينا الكرام، لقد كان لكلمات السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله الأثر البالغ في تكوين الشخصية الشرطية الفذة التي تعمل بلا كلل أو ملل، فمهما كانت المهمة صعبة فهي مفخرة وشرف. وشكل الخطاب السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه في 23 من فبراير الماضي دافعا متجددا للأجهزة الأمنية ودورها العظيم في ضمان استقرار البلاد وأمنها. 50 عاما من عمر النهضة الظافرة، وشرطة عمان السلطانية تسير بخطى ثابتة وهمة وثابة وعزيمة وقادة، محققة الأمن كركيزة أساسية يستند عليه مسار التنمية، وطريقا آمنا يلبي احتياجات كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة نحو حياة مستقرة ومطمئنة وهانئة. وفي إطار الاهتمام بالكوادر البشرية، هذا الاهتمام الذي شكل علامة فارقة خلال مسيرة النهضة المباركة وحظي باهتمام واسع نظرا لما يمثله التدريب والتأهيل من محور هام في صناعة الإنسان العماني، ولخصوصية المهام الملقاة على عاتق منتسب الشرطة وما يتطلبه من تأهيل متقن للقيام بواجبه المناط، فإن لشرطة عمان السلطانية خطوات متواصلة انتهجتها في تجهيز منتسبيها لميادين العمل لتعزيز قدراتهم وصقل مهاراتهم ورفع مستوى إمكانياتهم بما يتوافق مع متطلبات العمل وتطلعات الخطط المرسومة انسجاما مع الرؤى والغايات الوطنية.
والمتتبع لمنظومة التدريب والتأهيل بشرطة عمان السلطانية منذ بزوغ فجر النهضة المباركة سيتضح لديه جليا مراحلها المتراكمة التي شهدت توسعا في مرافق التدريب وصروح التأهيل المجهزة بأفضل الوسائل والمعدات لضمان تخريج كفاءات قادرة ومؤهلة وتنوعا في الخطط والبرامج في مسار ممنهج ومدروس متوافقا مع متطلبات كل مرحلة بل ويسبق خطوة لضمان مواجهة كل المستجدات والمتغيرات الأمنية والتطورات الحياتية. وما صرح أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة الذي افتتح في عام 1980 إلا شاهدا على الرعاية الكريمة والعناية السامية لمنتسبي الشرطة، حيث تضع الأكاديمية على عاتقها رسم وتنفيذ البرامج الخاصة للمنتسب الجديد لجهاز الشرطة لتكوينه عسكريا ومعرفيا وقانونيا، فضلا عن برامج التطوير الأكاديمية والتدريبية والمهنية لمختلف الرتب. كما يستوعب معهد الضباط أعدادا متزايدة من المتدربين الضباط من مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية لتأهيلهم وفق متطلبات العمل الحالية والمستقبلية. وتطلع إدارة التدريب بالإدارة العامة للموارد البشرية ببناء شراكات مع العديد من المؤسسات التدريبية فضلا عن أدوار أقسام التدريب بكافة تشكيلات شرطة عمان السلطانية. ونظرا لواقع العمل الشرطي الذي يواجه التغيرات الحاصلة في المجتمعات والتطور في الحياة العامة وما فرضته التقنية من تحديات وأتاحته من مميزات، عززت شرطة عمان السلطانية مسؤوليتها أمام مواكبة عملية التحول بما يضمن قدرة منتسبيها من استدامة وارتقاء جودة الخدمة المقدمة بكل كفاءة واقتدار. إن ما يحظى به منتسب الشرطة من تدريب وتأهيل يجعلنا نشهد تضحياته في ميادين الشرف والواجب وفي مواقف الظروف والأزمات مسطرا أروع أمثلة الصمود والفداء، مقدما نفسه درعا حصينا وصورة مشرفة للعماني العاشق لتراب بلاده، متوجا عطاءه بكونه منجزا وطنيا يواكب الرؤية السامية للقائد الأعلى حفظه الله بالانتقال بعمان المستقبل إلى مستوى طموحات أبنائها وتطلعاتهم. مشاهدينا الكرام، على مدى 50 عاما وشرطة عمان السلطانية تواصل جهود التطوير والتحديث في بنيتها الإلكترونية وإنجاز الخدمة الشرطية عبر التقنيات الحديثة، وهي ما أكسبها اليوم استحقاقات وطنية كبرى برزت كإحدى أهم مؤشرات التميز فيما يتعلق بإنجاز متطلبات الحكومة الإلكترونية، حيث يأتي الجانب التقني ضمن أولويات الدولة المتطورة التي تتناغم فيها نظم الحياة. نعم الرائد طارق، وخلال السنوات القليلة الماضية شهدت شرطة عمان السلطانية تطورا كبيرا وملحوظا في سرعة تقديم وإنجاز خدماتها الشرطية إلكترونيا، سعيا منها نحو تطوير وتعزيز جودة الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم. نعم النقيب ثريا، في الوقفة التالية نسلط الضوء على الجانب التقني في شرطة عمان السلطانية. التقنية في شرطة عمان السلطانية أنظمة حديثة وسرعة في الإنجاز. تبتهج السلطنة في عيدها 50 لنهضتها المباركة متوشحة بإنجازاتها الوطنية التي أريدت لها. فعلى امتداد 50 عاما مضت شهدت شرطة عمان السلطانية تطوراً ملحوظاً في شتى مجالات العمل الشرطي،
فبعد أن كانت الخدمات الشرطية شحيحة في بعض المناطق ويصعب على طالبيها الحصول عليها، والمعاملات الورقية التي كانت تبطئ من سرعة العمل وإنجاز الخدمات وغيرها الكثير من المعوقات، عملت القيادة العامة لشرطة عمان السلطانية على تقريب الخدمات الشرطية المختلفة وتسهيل الحصول عليها بكل سهولة ويسر. ومواكبة للطفرة الهائلة التي يشهدها العالم في تقنية المعلومات، دأبت شرطة عمان السلطانية على تطوير منظوماتها التقنية وفق أحدث الأجهزة والمعدات وتوفير خدمات شرطية إلكترونية وربطها بالجهات الحكومية الأخرى، حيث دشنت شرطة عمان السلطانية نظام التأشيرة الإلكترونية الذي يعزز انسياب حركة السياحة المتزايدة في البلاد. كما أدخلت الإدارة العامة للجمارك نظام حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة بيان، والذي يضم مجموعة من الإجراءات والتسهيلات والمعاملات الجمركية عبر نافذة واحدة. كما استحدثت تطبيقات للهواتف الذكية لتقديم خدماتها إلكترونيا، وطورت عدة تطبيقات في مختلف القطاعات بعضها في مجال المرور، وتطبيقات أخرى تتعلق بتوفير المعلومات وتحديد المواقع في الحالات الطارئة، مما كان له الأثر الملموس في تسهيل وصول الخدمات وتوفير الجهد والوقت لمتلقي الخدمة، الأمر الذي مكنها وأهلها لأن تكون من بين المؤسسات المتطورة إلكترونياً. في الذكرى الخمسين للنهضة العمانية نقف جميعا إجلالا وإكبارا لصانع النهضة المجيدة السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله. فمنذ السبعين كان المنجز وكان الإنجاز، ومعه تبلورت الأفكار نورا، فكان الضياء المنير والفكر المستنير لتحقيق المستحيل، وكان الشعب همه من أجل تحقيق الغايات والأهداف. عيش كريم وهاني ينعم بالأمن والأمان، حلم رآه قريبا فيما رآه الآخرون بعيدا، فاستطاع رحمه الله تحقيق الحلم والأمنيات، فكانت النهضة الوعد والوفاء. رحلت يا أعز الرجال وأنقاهم، رحلت وعمان تتوشح الخمسين، وقد منحتنا سلطانا عظيما توسمت فيه الخير وتوسمنا فيه الأمل، ليمضي بعمان نحو غد أفضل ومستقبل مشرق، فسلام عليك في الخالدين. فارتقي يا عمان هام السماء، واملئ الكون الضياء، واسعدي وانعمي بالرخاء. عمان ستمضي بكم سيدي منار السلام لمن يقتدي، ومسر الأمان له قبلة، ضياء منير على المشهد، وأنت المعظم سلطانها، وهذه عمان بكم تهتدي. ومن نهضة في مسار العلا إلى رفعة في ذرى المرقد. مشاهدينا الكرام، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة النوفمبرية من برنامج العين الساهرة، والتي خصصناها لكم بمناسبة العيد الوطني الخمسين للنهضة.
فإذا كان لنا من كلمة في هذه المناسبة فإننا نفخر اليوم بما تحقق على أرض عمان الغالية، فما أنجزته شرطة عمان السلطانية على مستوى الكم والكيف لهو شاهد على حجم المنجز وعظيم البناء، وخير دليل وباعث على الثقة والإبهار. لا يأفل بريقه أو يخفض صوته أو يخفت ضوءه، فإن الذي تحقق أعظم من أي مقال، وأن الذي أنجز أصدق من أي كلام. نعم النقيب ثريا، وكما أن شرطة عمان السلطانية وهي تحتفل بالذكرى 50 للنهضة والتي يرعى مسيرتها الظافرة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، ستبقى على الدوام ساهرة على تحقيق رسالتها الأمنية ورؤيتها الفاحصة في قراءة معطيات المرحلة المقبلة بإرادة قوية عنوانها الإخلاص والتفاني في خدمة عمان، مجددين العهد والولاء والإرفان للقائد الأعلى نصره الله. وفي الختام مشاهدينا الكرام، لا يسعنا إلا أن نشكركم على طيب المتابعة، داعين الله عز وجل أن يجعل عمان وسلطانها وشعبها في خير وسلام وود وسعادة ووئام وفي هيبة وأعلى مقام. دمتم في أمان الله، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لعظم المقامين
سدد خطاه أيا مقتدر وأسقط عليه لباس الرخاء وحللا تشق كطي الفجر ستزهو عمان وتزهو به فيا في الطبيعة بحرا وبر فيا سيدي لك عهد أبر سنمضي تباعك في المنتظر فسد سيدي.